السلام عليكم. طبعا اليوم موضوع كلش مهم، صار فترة يدحكي بيه وقلت لك تصير أمل بالموضوع عسى ولعل إنه يتعدلون. كمحامية، الكل يعرفون إن أنا محامية، بعملي تعرفون الدعوة تبدي من المركز، مركز الشرطة، وهذا الحكي يخص البعض مو الكل، من خلال تعاملي وياهم. الطب للضابط، الضابط إذا ما تزرقه ورقتين ثلاثة ما يمشي لك الدعوة، يوقفها يومين ثلاثة أربعة، تخابره بوقت دوامه، ها أنا ما موجود، ها أنا عندي واجب وعلى مزاجه لازم نروح لاني وحدة من العالم أطب للمركز بالليل بسببهم، على مود إنه أخابره من فلان وقت لفلان وقت أنا ما موجود وكذب هو نايم، يجي يوم دوامه أنا ما موجود. إذا أنت تداوم بين يوم ويوم والدعوة يمه، كان شو كنت أخلص دعوتي؟ وأعيد وأكرر ما يمشي إذا ما أنطي كم فلس. فحاولت هواية أتغاضى عن الموضوع، لكن كإعلامية بعيدا عن دور المحاماة أنا من واجبي أحارب هاي النماذج، ويا ريت هاي المناشدة توصل للمعني اللي هو وزير الداخلية. الضباط إراد لهم شغل، ويا ريت تتابعها، يعني الموضوع زاد عن حده. تحياتي لكم، تحياتي لكم.